كما انطلقت اليوم بأحد فنادق العاصمة نجمينا أعمال المؤتمر الغير عادي لوزراء البيئة بدول إفريقيا المركزية. وزير البيئة والصيد برا محمد هو من رأس الانطلاقة التي تهدف إلى إيجاد سبل كفيلة لحماية البيئة وحماية الحيوانات في إفريقيا. رمى جبريل أنجني والتفاصيل. سلسلة التحديات التي تواجه الحياة البرية في القارة الإفريقية ما زالت تتواصل بشكل مستمر، وفي هذا الشأن جاء المؤتمر الغير عادي لوزراء أعضاء منظمة حماية الحيوانات البرية بإفريقيا المركزية. الأمين العام النائب للجنة الاقتصادية لدول إفريقيا المركزية فولا ماري تيريزا شانتال قالت إن مثل هذه الأعمال الخاصة بمكافحة الصيد الجائر وتجارة العاج بطريقة غير شرعية تعتبر من الأولويات البالغة للمشاركين في هذا المؤتمر، ولتحقيق ذلك يقتضي الأمر حشد الموارد اللازمة لذلك. وزير البيئة والصيد برا محمد قال إن هذا الاجتماع المهم لديه استراتيجيات تتعلق بالسياسة الجديدة لإدارة الحيوانات البرية واتخاذ الآليات الأخرى لتحسين الخدمات في هذا المجال، لأن منظمة حماية الحيوانات البرية تعاني من إشكاليات مختلفة. كما حث الوزير دول الأعضاء والمؤسسات الدولية لتفعيل دورها بصورة أفضل، وهذا يكون له نتائج إيجابية في الأعمال المختلفة للمنظمة.